استكمالا للمشوار الذي بدأناه والإنجازات التي حققناها وحفاظا على الأمن القومي المصري وتحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين. إن شاء الله بفضل الله ثم بفضل جهودكم نحقق هذا الهدف بمشاركتنا جميعا في أداء حقنا الانتخابي لنظهر للعالم كله إننا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية. هو ده شعب دمياط اللي عارف كويس قوي المخاطر اللي بتمر بمصر. احنا اقوى من كده بكتير. احنا من هنا رسالة دعم وتأييد من دمياط العظيمة الى قائدنا الهمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. معاك يا ريس. ابناء دمياط العزيزة، اننا نختار الرئيس السيسي لانه هو القوي الامين، القوي في دعم مؤسسات الدولة المصرية وحماية امنها القومي، والامين على رعاية الفقراء ومحدودي ومتوسط الدخل. وعلينا ان نتوجه الى صناديق الانتخابات يوم 10 و11 و12 داخل مصر لنقول للرئيس السيسي نعم لفترة رئاسية جديدة. هذا الجمع الذي نراه الان ما لا يثبت الا شيئا واحدا، وهو اجتماع الجميع على حب ذلك الرجل. نريد ان نرى يوم انتخابات الرئاسة المصرية نظهر بمظهر مشرف لنجد هذا العدد جميعا امام جميع اللجان الانتخابية، لنكون للعالم اجمع اننا دولة تحب الديمقراطية. نحن دولة نقول نعم للحق، نحن دولة نقول نعم لرئيسنا وفخرنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية. الرئيس ربنا اللي بيسنده وربنا بيديله القوة، عشان كده وقف وقال لا، لن يقترب احد من حدود مصر، لن يقترب احد من بلدي. لذلك من كل قلوبنا بنقول لك ربنا معاك يا ريس، وقلوبنا كلها معاك، وان شاء الله نفرح جميعا بالنتيجة المشرفة للانتخابات المقبلة، ونفرح جميعا بأن لنا رئيس محبوب. وتحيا مصر دائما، تحيا مصر، تحيا مصر.